بيان عاجل وحاد من الرئيس السيسي بشأن التعليم، ننشر التفاصيل. وعاجل تصريحات خطيرة لأردوغان بشأن دول الخليج. وعاجل السيسي يتساءل عن جودة التعليم في 50 دولة إسلامية. وضربة كبرى مصرية والقبض على عميد معهد البحوث بجامعة دمنهور. وطبارئ بمطار القاهرة بسبب الطقس السيء وتدهور مستوى الرؤية. وعاجل منذ قليل تعرف على حالة الطقس غدا وموعد استقرار الأحوال الجوية. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل الرئيس السيسي يتساءل عن جودة التعليم في 50 دولة إسلامية. تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جودة التعليم في 50 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال جلسة ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي. الرئيس السيسي قال إن المتحدثين في ندوة تحديات وظائف المستقبل منظورهم عالي، خاصة الحديث عن العلوم والمعرفة على مستوى العالم والتقدم ومستوى التعليم المنتظر خلال السنوات المقبلة. وتابع هتكلم من منظور تنفيذي، من منظور دول منظمة التعاون الإسلامي لدينا 50 دولة، يا ترى جودة التعليم إيه؟ التعليم الجيد حق من حقوق الإنسان، مش مجرد التعليم ولكن التعليم الجيد. الطالب اللي قال إنه كان بيدرس وقال هخلص واشتغل في شركتي، ده من خلال جودة التعليم المتاح له تحقق له فرص عمل ومشاركة حقيقية. الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته في ندوة تحديات وظائف المستقبل ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم، التعليم في دول منظمة التعاون الإسلامي ما هو التعليم الجيد المتاح؟ المعرفة الحقيقية وجودتها كنز وثروة مخفية، ولكن للحصول على التعليم الجيد لابد من قدرات للحصول عليها، قدرات اقتصادية للدول تقدر توفر التعليم ده. الرئيس السيسي تساءل ما هو حجم التعليم الجيد المتاح في الدول المتقدمة لتوفير هذا التعليم للجميع، شدد على أنه لابد من توفر الاقتصاديات القوية للدول لتوفير التعليم الجيد كحق من حقوق الإنسان. المصدر معانا كامل اليوم السابع والأهرام، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وضربة كبرى مصرية والقبض على عميد معهد البحوث بجامعة دمنهور. أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط عميد معهد للدراسات العليا ومدير عام المشتريات بإحدى الجامعات لتلقيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المتعاملين مع الجامعة. جاء ذلك بعد أيام من القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وذكرت مصادر أن قيمة الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح جامعة دمنهور. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع. زي ما ذكرت في فيديو سابق وقلت أن هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية يعني تقوم بعمل جيد جدا، شيء كويس لما نلاقي أن في هذا العصر أو في هذا التوقيت أو في هذه السنة، بقينا خلاص في 2021 بنشوف إن ما بقاش في حاجة اسمها موظف حكومي مرتشي، اللي بياخد فلوس مش من حقه بيتكشف وكمان بيتعاقب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. و بيان عاجل وهام جدا من الرئيس السيسي بشأن التعليم. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السرعة في التقدم أصبحت عالية جدا، وقال إن الثورة الصناعية الأولى خدت من 120 ل 150 سنة، والثورة الرابعة والخامسة من 20 ل 30 سنة. إحنا بالطريقة دي عقبال لما نحصل، هنحصل إمتى؟ كده مش هنحصل. أنا هنا بقول إحنا جادين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة التحديات واللي منها التعليم. الرئيس السيسي أضاف خلال كلمته في ندوة
تحديات وظائف المستقبل ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي. التعليم الحقيقي أساس البناء للدول، ولكن يجب أن يكون بجودة حقيقية زي الجامعات العظيمة اللي موجودة في العالم. انتم بتتكلموا عن حقوق الإنسان وأنا بتكلم معاكم عن حقوق الإنسان. عايزين تساعدونا، ساعدونا أن يكون لدينا تعليم حقيقي زي اللي موجود بمعاييركم ومستواكم، علشان ده حق من حقوق الإنسان. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. تصريحات خطيرة لأردوغان بشأن دول الخليج. وأكد الرئيس التركي أردوغان أن جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم. حسب وكالة الأناضول، أردوغان قال في كلمة ألقاها خلال زيارته القاعدة العسكرية التركية القطرية المشتركة في الدوحة إن تركيا وقطر توليان أهمية كبيرة لسلام وأمن منطقة الخليج بأسرها. وأضاف: لا نود على الإطلاق رؤية توترات وصراعات وعداوات في هذه المنطقة، مستطردا نرغب أن تتطور هذه المنطقة التي تتمتع بإمكانيات كبيرة سواء من حيث الثروات الباطنية أو من الناحية التجارية في كافة المجالات، وأن تزداد قوة ويسودها التضامن والأخوة. ولفت: نعمل على تطوير تعاوننا مع دول الخليج على أسس الاحترام والمصلحة المتبادلة. وأضاف: جميع شعوب الخليج هم إخوة حقيقيون لتركيا بغض النظر عن أصولهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. طبعا تغيرات واضحة في سياسة تركيا بعد زيارة بن زايد لتركيا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وطوارئ بمطار القاهرة بسبب الطقس السيء وتدهور مستوى الرؤية. أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم حالة الطوارئ بجميع أجهزتها لمواجهة تدهور مستوى الرؤية في أرض المهبط بسبب موجة الطقس السيء الذي تشهدها مصر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث اتخذت عدة تدابير لازمة تحسبا لأي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية والعمل داخل المطار. ذكرت مصادر ملاحية بالمطار أن أرض المهبط تعرضت لموجات من العواصف الترابية والرياح الشديدة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية، وتم رفع حالة الاستنفار والتنبيه على العاملين بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في تلك الأمور، وارتداء الملابس الفوسفورية، وضرورة اتباع علامات الإرشاد بالنسبة لسائقي الأتوبيسات والسيارات، وتقليل السرعة والمسافات بين المعدات والأجهزة منعا لوقوع الحوادث التي ربما تؤثر على سير حركة الطائرات بمهبط المطار. ولا زالت حركة الطيران فوق مطار القاهرة مستقرة دون وجود أي عراقيل حتى الآن أمام هبوط أو إقلاع الطائرات، ولم تحدث أي تحويلات لمسار الرحلات القادمة إلى القاهرة. وأقلعت الطائرات وهبطت في مواعيدها المحددة دون تأخير، وهناك غرفة عمليات بالمطار تتابع وضع حالة الطقس أولا بأول مع التعامل مع أي متغيرات قد تحدث، حيث تم التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة منه أيضا في أوقات يعني صعوبة الرؤية فوق المطار. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز. طبعا زي ما حضراتكم عارفين وشايفين يعني ان في حالة من تدهور الطقس في مصر او معظم مصر، لان على ما اعتقد تقريبا حالة الطقس السيئة او يعني العواصف الرملية على جميع انحاء مصر. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر واخير بالنسبة للطقس برضو عاجل. منذ قليل تعرف على حالة الطقس غدا وموعد استقرار الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس استقرارا بالأحوال الجوية، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. قالت هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الخميس يشهد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية،
ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 21 درجة. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. والحمد لله هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن غدا الخميس يعني هيشهد استقرار في الحالة الجوية، بتمنى ذلك بإذن الله، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، بتقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.